بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كل أدوارها وفي كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق. بهذه الكلمات من قسم المهنة يبدأ الطبيب رحلة عمله المهني ليحقق رسالته السامية في حماية الوطن. واليوم نحتفل بتخريج دفعة جديدة من أطباء مصر الذين أثبتوا في كل المواقف أنهم قادرون. دفعة جديدة وأمل جديد في غد أفضل نتطلع إليه دوما. والآن مع السلام الوطني. خير ما نبدأ به حفلنا الكريم آيات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. والآن طابور عرض الطلاب.
والآن كلمة الأستاذ الدكتور ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين بالجامعة، وينوب عنها أستاذ دكتور دينا نبيه منسق عام الرابطة، فلتتفضل. مساء الخير. الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، السادة الوكلاء، الأستاذ الدكتور هبة الله سعيد وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور شهيرة سمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أساتذتي وزملائي أعضاء هيئة التدريس كلية الطب، أعزائي الآباء والأمهات، أبنائي وبناتي الخريجين، الحضور الكريم. أرحب بكم جميعاً في حفل تخرج دفعة 2020 من كلية الطب جامعة عين شمس. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أستاذ دكتور ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس، أبارك لكل خريج النهاردة ولكل أب وأم ألف ألف مبروك. الحمد لله على السلامة بعد طريق طويل مليان تعب وسهر ومساندة وأكيد تشجيع كبير من الأهل. أستاذ دكتور ريم الكباريتي كانت تتمنى تكون معانا النهاردة ولكن للأسف لم تتمكن، رغم أنها كانت المحرك الرئيسي ودينامو إعداد وتنظيم حفل التخرج اللي بنتمنى أنه يسعدكم ويظل ذكرى جميلة. أحب أعرفكم سريعاً برابطة خريجي جامعة عين شمس. بدايتها كانت في فبراير 2020 كأول رابطة رسمية لخريجي جامعة عين شمس، وإدارة الرابطة واحدة من خمس إدارات تابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. كان صاحب فكرة إنشائها سيادة رئيس الجامعة دكتور محمود المتيني، وذلك لإيجاد كيان رسمي يضم كل خريجي الجامعة. وتقوم رؤية الرابطة على تعزيز الروابط والمشاركة فيما بين الخريجين بعضهم وبعض وبين الخريج والجامعة، وده من خلال تطوير مهاراتهم لتلائم متطلبات سوق العمل عن طريق ورش العمل المختلفة والمؤتمرات وملتقى التوظيف وفرص العمل. وكما يوجد ملتقى التعريف بفرص العمل في الجهات المختلفة يتم عمله خصيصاً لطلاب كلية الطب من كل عام. يمكن للخريج التواصل مع الرابطة عن طريق الويب سايت أو الفيسبوك بيج أو الإيميل أو الهوت لاين. كما قامت الرابطة بإصدار كارنيه عضوية يتم الحصول عليه مجاناً لأول مرة عند استلام شهادة التخرج للخريجين الجدد. وتسعى الرابطة أن يتيح الكارنيه العضوية للخريج الحصول على العديد من الخدمات في مجال الصحة والترفيه والثقافة، كما يمكن تجديده كل عام بأجر رمزي. دفعة 2020 جامعة عين شمس تفخر بكم وتتمنى استمرار مشاركتكم في الأنشطة المختلفة من خلال رابطة الخريجين بالجامعة، لأن علاقة الخريج بالجامعة علاقة لا تنتهي، فهي أول جملة تكتب في السيرة الذاتية. ألف مبروك مرة تانية وشكرا. والآن كلمة الأستاذ الدكتور هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب. أبنائي الأعزاء، أنا النهاردة فرحانة بيكم جدا، وصلتوا للي نفسكم فيه بعد تعب كتير جدا وبعد ستراجل جامد وقلق طبعا كلنا عارفين. I'm really really proud of you that you went through this، والحمد لله خرجتوا وتخرجتوا وتعديتوا العوائق اللي عدت بيكم كلها. ودلوقتي التشالنج الأساسي بقى اللي هو مواجهتكم للحياة، real life. This is the level that you should be prepared for. احنا ساعدناكم وحاولنا على قد ما نقدر ان نعدكم لهذه الأيام. عايزاكم دايما ان كنتوا تبقوا فخورين بانكم خريجي طب عين شمس، وإن ده بيوديكوا أماكن بتبقى مفضلة كتير قوي. وعايزاكوا دايما تبتدوا وتكملوا في المهارات وتنمية المهارات والثقافة وكل ما هو
pushing you forward. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نفرح بيكم ونشوفكم في أماكن أحسن الأماكن وأحسن المناصب، ودائما تفتخروا إنكم خريجي طب عين شمس. Thank you. والآن كلمة الأستاذ الدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، فليتفضل. السلام عليكم. منصة كريمة، الأسر الكريمة، زملائي طلبة اللي تخرجوا النهاردة وهيبقوا زملاء مهنة، ألف مبروك ليكم ولأسركم. طبعا مجهود كبير عملتوه وبدعم كبير من أسركم، استحقوا التحية عليه فعلا. وإن شاء الله ده يعني مش نهاية المطاف، ده بالعكس هي بداية المطاف في الكارير الطبي، هو بداية التخصص والممارسة الطبية. احنا زي ما كنا معاكم في الفترة اللي فاتت في مرحلة الدراسة هنبقى جنبكم، وفي مرحلة التخصص والتدريب وفي الدراسات العليا موجودين في كتير من البرامج الموجودة وبنحدثها دايما، واحنا هنبقى معاكم وبننصحكم وجنبكم ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا. والآن كلمة الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع التعاون الأكاديمي والعلاقات الدولية. في البداية طبعا برحب بالأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء معانا، وطبعا سيادة العميد والسادة الوكلاء. يعني أنا الأول عايزة يعني أعبر بس عن فرحتي بحاجة كده تهمني قوي، إن إحنا بنحتفل بالحفل ده في مدرج المحلاوي. المدرج ده شهد أجيال قعدت في المدرج ده، حضرت وتخرجت وكلنا عندنا ذكريات فيه يعني كأطباء عامة، بعد ما تم تجديده وأصبح مكان لائق إن إحنا نعمل فيه الاحتفال، بعد ما كنا بنقعد ندور على فنادق وأوتيلات. أنا سعيدة إن إحنا النهاردة بنعمل الحفل في بيتنا في مدرج المحلاوي في كلية الطب، فدي يعني حاجة كده أحب بس أقولها. في الأول يعني هكلم الأهل، طبعا أنا بقول لكم ألف مبروك، شكل الولاد يفرح يعني وهم معدين. يعني أنا نفسي كنت ما كانش ليا ابني فيهم، لكن كنت حاسة فعلا بالفرحة يعني ملياني وهم معدين قدامنا. بقول لكم ألف مبروك إن تعبكم وصل لهذا اليوم، وإن أنتوا شايفين ولادكم خلصوا الكلية وبيتخرجوا قدامكم. يمكن دايما أقول العلاقة الوحيدة اللي الإنسان بيتمنى فيها إن اللي قدامه يبقى أحسن منه هي الأب والأم مع ولادهم، يعني بيتمنوا لهم مستقبل أفضل. فأنا حسب فرحتكم وبهنيكم على كده. طبعا أنا عارفة إن الولاد شايفيني تحت على الشاشة، أنا ما بفوتش فرصة، بحب أكلم الشباب بقول لهم كان نفسي يبقوا قدامي يعني، بس هتخيلهم قدامي يعني كلمتين كده لحياتهم. يمكن الواحد بعد ما عدى في سنين كتير هقول لهم ثلاث نصايح، ثلاث كلمات: be honest, be positive, be a lifelong learner. be honest يعني عايزة أقول بيها خليك دقيق في كل حاجة تعملها، perfect في كل حاجة تعملها، مش شطارة أنك تزوغ من النبطشية أو تكروت العيانين، عمرها ما كانت شطارة، لكن الشطارة الحقيقية إنك تعمل كل حاجة بأحسن طريقة حتى لو مش جايبة الريورد دلوقتي، لكن هتجيب الريورد بعدين. فدي أول نصيحة. تاني نصيحة: be positive. يعني طبعا كلنا عدينا عارفين إن الحياة مش سهلة، وإن هيبقى فيه سقطات، وهيبقى فيه يعني هتيجي امتحانات مش هننجح فيها، ده أكيد يعني مش عايزة أضايقهم، بس يعني بيحصل طبعا للكل. هتيجي محاربات وهتيجي ضغوطات بأشكال مختلفة، خليك إيجابي وأقف، ما تفوتش فرصة. أنا عايزة أقول لكم أنا أساساً أستاذ أناتومي تشريح، وما فوتش فرصة جات لي إلا واشتغلتها، سواء كانت بفلوس أو من غير فلوس، يعني درست من أبو 100 جنيه ودرست من أبو 1000 جنيه وكل حاجة يعني، فكل حاجة بتسقل الإنسان.
فدايما خليك ايجابي واعمل كل حاجه تقدر تعملها. وثالث نصيحه بي لايف لونج ليرنر، اليوم اللي هتقول فيه انا بقيت عالم عصري انت بتنزل، محدش بيقف مكانه، يا طالع يا نازل. فهو لازم الواحد يبقى في كل يوم عنده استعداد ان هو يتعلم ويقرا اكتر، وما يكسفش ان هو يقول مش عارف. يعني انا مرات في المحاضره على فكره بتسال لما بتبقى المعلومه مش دقيقه بقول هقرا وارجع، يعني ما فيش اي عيب ان الواحد يبقى دايما مستعد ان هو يتعلم. في الاخر بقول لكم يا شباب يا اللي تحت الف 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 مبروك، ان شاء الله بالتوفيق وربنا يسعدكم وتتوفقوا في كل اختياراتكم وفي كل تخصصاتكم. شكرا. والان كلمه الاستاذ الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحقيقه دايما ببقى حامل هم حفله تخرج عين شمس اللي واقفه كده قدام الكليه العريقه جدا المتطوره جدا السباقه جدا. بغير جدا لما الاقي كل التطورات اللي حصلت دي. انا طبعا بنتمي لاصل عيني بس طبعا نقيب اطباء كل الاطباء الحمد لله. فيعني طبعا واضح تاثير الدكتور محمود والدكتور اشرف على كل حاجه. لما بعدي على الشارع الاقي السطور الجديد والارض الجديده دي بغير جدا الحقيقه. مبروك جدا على كل اللي انتم بتعملوه. والحقيقه كنت امبرست قوي بكلمه ترى شهيره، كلمه من القلب للقلب وصلت ليا قوي، اكيد وصلت لكم. بس يعني طبعا ببارك لكم، ببارك للاهل، ودايما منتهزه فرصه ان انا الحقيقه اشكر اطباء مصر في كل مكان لانهم بيقوموا بدور خيالي طول الوقت. وبشكركم في الدور انتوا قمتوه، انتوا اطباء امتياز. انا بلاقي دايما اطباء الامتياز بيقوموا بدور محوري في المستشفيات، ويمكن ما بيلاقوش مني انا شخصيا بلاش من حد تاني المساعده الكافيه. فيعني بشكرهم على الدور اللي ادوه طول الوقت. عاوز اقول لكم بس ان الكلمه السحريه هي الكير. الكلمه السحريه يمكن ترى شهيره تطرقت الكلمه دي، هي الكير. بيقولوا على الطب بيقولوا to cure sometimes to relieve often but to care always. فهي to care، الكير هي الكلمه هي كير. ف وانا بزودهم لخمسه سيز بالكير: الكير والكوميونيكيشن والكومبلاينس والكريديبيليتي والكومبتنس. هم دول اللي بيتقاس بيهم الدكاتره اللي لسه بيترين، مش المعلومات. لان احنا انا متاكد ان كليه الطب عين شمس والقصر العيني وكل كده طب الجمهورية بتؤدي دورها على مستوى عالي جدا، وانا بأكد لكم انكم على مستوى عالي جدا. يمكن لسه قال الكلام ده في النقابة الصبح في حفلة التكريم الأوائل، ويمكن مش عارف سيف وابراهيم وفريدي سمعوني وهفتكروا بقى انا بقول ايه، يعني تمبلت كده في كل حتة. عاوز اقول برضو حاجة تانية بتفرق معايا قوي قوي قوي، اللي هي علاقة الائتمان المتلقي الخدمة. مش بحب أقول مريض قوي، بس متلقي الخدمة بيفترض أنه الطبيب هيشتغل on his behalf to the best of his interest without any personal conflict without any return. يعني بتاع صعب قوي، اسمها fiduciary relationship، علاقة صعبة كده زي ما بيقولوا، يمكن يقولوا عليها ايه ميثاق غليظ جدا جدا جدا. بتمنى لكم ان شاء الله يعني حظ سعيد جدا، ومتاكد ان ممكن اشوفكم قريب قوي بتشغلوا مناصب بحثيه وعلميه وتدريبيه وتعليميه واداريه كبيره جدا ورفيعه المستوى. بشكركم مره ثانيه، وبشكر الدكتور محمود والدكتور اشرف. شكرا. والآن كلمة الأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السادة الحضور، معالي رئيس الجامعة، معالي نقيب الأطباء،
أساتذتي وطلابي الأعزاء. الحقيقة أنا في منتهى السعادة اليوم بتخرج دفعة 2020، وبعتذر لكم أن احنا تأخرنا شوية في تكريمكم لأن كنا خايفين عليكم نتيجة للكوفيد. أنتوا حققتوا نجاح عظيم، وبتمنى دايما النجاح ده يبقى في تواصل. انتوا اتخرجتوا في كلية طب عين شمس اللي هي حاليا في التايمز هاير إديوكيشن في اول 200 كلية على العالم، ومتأكد ان انتوا بفضلكم وبتعبكم ان شاء الله هتحطوا كلية طب عين شمس في اول 50 كلية على مصاف العالم بإذن الله. طبعا نقدر لكم تعبكم وجهدكم في سبيل طلب العلم وسعيكم ومثابرتكم لتحقيق حلمكم الذي طالما روضكم الأمل في تحقيقه، وما كان ليكون دون توفيق من الله وتوفير التشجيع اللازم والدعم من قبل الجامعة والكلية الموقرة والأساتذة الأفاضل الذين لم يبخلوا في تقديم أي معلومة لكم خلال سنوات الدراسة. ولا ننسى فضل أمهاتكم وآبائكم في وقوفهم بجانبكم ومساعدتكم وتشجيعكم طول الوقت. لازم نقدر الأهل اللي هم أصحاب الفضل الأساسي في نجاح الأبناء. وها أنتم تحتفلون اليوم بجني ثمار تعبكم وجهدكم، وتغلقون صفحة لتفتحوا صفحة جديدة. عليكم أن تسطروا بخطوط من نور وآمال وأحلام اسعوا جاهدين لتحقيقها. أرجو من الله تعالى أن يحفظكم ويبارك أعمالكم ويجعلكم من أبناء الوطن الصالحين لتعملوا من أجل تطوير مجتمعاتكم وبلادكم. For the international students, give me the permission to speak in English. Congratulations, you should take considerable pride in this achievement. You are about to embark on an exciting life-altering experience, once you will never forget. You will be continuously fascinated, and not a single day you will go by from now until you retire that you aren't challenged by something you have never encountered before. You will be solving problems and thinking, using your brain for the good of your fellow human beings. You will be challenged to your fullest, but I'm sure you will rise to the challenge. And an important thing is to remember to take care of yourself. Adopt work-life balance as your mantra, even when you are unceasing demands on your time. It's very important to take time away to give your mind a rest and to restore your soul. Be kind to your team, your nurses and fellows. Pay attention to the details that may hold the key to the diagnosis. Try always to be humble. Never think you know all or be arrogant. Remain humble, remain open to learning. Respect the nurses and ask their opinion. They spend more time at the patient's bedside and you will only spend minutes. They are skilled observers, and try to be as kind as possible to all your fellows. At the end, بتمنى لحضراتكم التوفيق وبقيتوا زملائنا واحنا بنرحب بيكم. شكرا. والآن كلمة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، المنصة الكريمة، وخلوني باسم جامعة عين شمس أرحب بسيادة النقيب الأخ العزيز الأستاذ الدكتور حسين خيري، أستاذ الجراحة وعميد كلية طب القصر العيني الأسبق ونقيب أطباء مصر على مدى سنوات دلوقتي، وبنسعد بيه دايما لما يكون معنا في جامعة عين شمس. السادة أولياء الأمور الأعزاء، أبنائي الطلبة، حقيقة طبعا أنا سعيد جدا وببقى سعيد جدا دايما في حفلات التخرج في أي كلية في الجامعة، وكلية الطب يمكن بصفة خاصة طبعا لانتمائي لها. حضرت وشرفت أن أحضر 4 حفلات وأنا 4 سنين عميد قبل أن أشرف بمنصب رئيس الجامعة،
السنتين اللي فاتوا كان حظنا وحش ما قدرناش نعمل الحفلات المتعودين عليها، ففي دفعتين النهارده بس الاشرف الصبح، يعني احنا هنخرج النهارده 3 دفع، فهيبقى الرقم فظيع. فالحمد لله يعني هو قال لي لا هم دفعتين بس وفي واحده هنبقى يعني ان شاء الله نعمل لها حفله لوحدها. هو يوم سعيد وانا دايما عندي تقليد بس مش قادر اعمله النهارده، اني بخلي الاولاد يقوموا يقفوا اجلالا وتقديرا لاولياء الامور وعائلتهم، الاب والام والاخ والاخت والعائله بصفه عامه، لان دراسه الطب هي دراسه صعبه ودراسه فيها شيء من التحدي للذات والتحدي طول ما احنا ماشيين. فانا متاكد ان كل عيله بتعاني مع ابنها او بنتها اثناء دراسه الطب الطويله، فكنت بخليهم يقفوا ونسقف كلنا لاولياء الامور، فاذا كانوا ما اعرفش هم من بره يبقوا شايفيني فهيسقفوا لكم من بره لاني انتم تستحقوا هذا. فانا فعايز ابارك لكم وهنيكم على مجهودكم واللي بتشوفوه النهارده بتجني ثماره في تخرج الابن او الابنه العزيزه. بالنسبه لابناء الطلبه الاعزاء اللي بيتخرجوا النهارده، انا عايزهم، والكلمه دايما بقولها في كل قلتها في كل حفل تخرج قبل كده، ان يكونوا سفراء لجامعه عين شمس مطرح ما هيشتغلوا، سواء اشتغلوا في داخل الجمهوريه او في اي حته في العالم، يكونوا سفراء لجامعه عين شمس وسفراء لبلدهم. وعايز اقول لهم، لان احنا بنمشي والدكتور حسين يعني كنا بنتكلم في الحديث الشجون ده كتير، وبنسمع بقالنا فتره على هجره الاطباء وسفر الاطباء الى الخارج، انكم وانا بتكلم من تجربه شخصيه كمان، مش بس يعني من ملاحظه، وطبعا بعد كده على مدار سنوات طويله ما حاولنا كلنا اللي احنا نعمله من تحسين والتقدم بخطى ثابته في التعليم الطبي بطرق مختلفة وفي التدريب ما بعد التعليم، ان ما حصلتم عليه في كليات زي ما قال الدكتور حسين الكليات الطب المصرية وكليات القمة بصفة خاصة الكليات القديمة، هنحتفل بكرة 75 سنة ان شاء الله كلية الطب جامعة عين شمس والشقيقة الكبرى القصر العيني فوق 100 سنة، فهذه الكليات العريقة بتقدم لكم تعليم طبي اولي في المرحلة الجامعية الاولى راقي جدا تفخروا به، وهتشوف اللي فينكم هيسافر، وانا بدعو وهتكلم على موضوع السفر ده والهجره او الرجوع لانه مهم، هتشوفوا بنفسكم اللي حصلتم عليه من تعليم ومهارات اكتسبتوها هي ترقى ان تنافس في اي حته في العالم في اي بلد من العالم، وانا شخصيا يعني شفت دي وعشتها لما سافرت، وسافرت صغير جدا يعني سافرت اول ما خلصت النيابه تاني يوم خلصت النيابه، فما حصلتم عليه يجب أن تفخروا به وتبنوا عليه. إحنا بنشجع الناس إنها تكتسب الخبرات من كل حتة في العالم، إنه يسافروا ويروحوا ويرجعوا، لكن مهم أو كلمة إن يرجعوا، لأن الفرص في مصر في ازدياد مستمر، الكارير باثويز بيعاد تشكيله في آخر سنوات بصورة مرضية جدا، وما هو قادم أفضل بكتير، طمنوا القادم أفضل والمستقبل إن شاء الله باهر بالذات في مهنتنا. مهنة الطب طول عمرها بتتربع على يعني أقول قمة وعرش المهن مع احترامنا لجميع المهن اللي كلها مهمة، ولكن ظهرت وتجلى أهمية مهنة الطب وممارسة الطب وممارسة التمريض وممارسة الصيدلة وممارسة الأسنان وممارسة كل ما في القطاع الطبي يمكن في أثناء ما واجهه العالم وواجهناه كلنا في آخر سنتين من وباء الكوفيد 19. الكوفيد 19 أكد للعالم كله أهمية الممارسات الطبية السليمة واحتياج العالم للطب والبحث العلمي الطبي وحتمية الاستثمار في الطب والبحث العلمي الطبي والمسار الطبي والتدريب الطبي بلا سقف، وأن أي حكومة لا تبخل على الصرف وعلى الاستثمار هقول في هذا المجال المهم اللي بقول ان كوفيد 19 خلاص يعني اثبت هذا لكل متخذ القرار في اي حته في العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ولما نيجي لجمهوريه مصر العربيه
لو بصينا لما يستثمر في المجال الصحي والأرقام وتخيلنا أن في رسم بياني كده سنة بعد سنة، الأرقام مش بتتضاعف، it is tripled and quadrupled عن ما كان من سنين قليلة سابقة، ما بكلمش من 10 سنين، احنا بنقارن بسنة 14 و15 وبما يصرف في آخر، سواء كان في التعليم الطبي أو في التعليم العالي بصفة عامة أو في المجال الصحي والاستثمار الصحي. ده إذا قال لنا على حاجة، بيقول لنا أن إحنا بنخرج في السنة حوالي 10,000 طبيب، مش كده يا دكتور حسين؟ تقريبا 10,000 طبيب في السنة، وقيل أن الأرقام قليلة، أنا شايفها مش قليلة، أنا شايف أن هي لو حافظنا عليهم وما حصلش هجرة زي ما بيحسب الأرقام آخر سنوات، لأنه متأكد أنها تقل في الأعوام القادمة، واستثمرنا والخطة اللي بنحطها سويا كلنا تكمل في المسار الصحيح مع قيادة واعية ويعني فاهمة جدا وحاسة جدا بأهمية هذه المهنة وأهمية كليات الطب على مستوى الجمهورية، أعتقد أنه هيبقى عندكم فرص غير مسبوقة في التخصصات العامة، التخصصات الدقيقة والسب سب سبيشاليتيز في البحث العلمي الطبي اللي برضو في ازدياد مستمر في كل مجالات التدريب وكل مجالات امتهان مهنة الطب. ألف مبروك لكم جميعا، وأنا متأكد أني خريجي جامعة عين شمس كالعادة هيستمروا في يعني طبعا هي البكالوريوس ده قشور، يعني لازم نبقى متفقين على كده، القادم بقى والتخصصات العامة والتخصصات الدقيقة ومرحلة الأطباء الامتياز ثم الأطباء المقيمين ثم التدريب ثم الشهادات العليا، مشوار طويل لكن بيمشي بسرعة جدا وبيبقى ممتع جدا، ما تقلقوش منه، أنا متأكد أن كل واحد واحدة فيكم هتستمتع بيه وهيستمتع بيها، وإن شاء الله هنجدكم جيل أفضل مننا، إحنا مش عايزينكم جيل، لأن ساعات بالأساتذة العظام بنقول عايزينكم زينا، لا أنا إحنا منتظرين ودورنا اللي إحنا إننا نخليكم أفضل مننا في كل شيء، في المهارات، في القدرة، في الممارسة، في كل حاجة. وأنا متفائل جدا بمستقبل هذا الوطن وبالشباب اللي أنا شفتهم النهاردة ولسه هنشوفهم إن شاء الله أثناء التكريم، كلهم يعني يفرحوا، وألف مبروك للعائلات وأولياء الأمور الموجودين معانا، ولكم أن تفخروا بأولادكم وبناتكم خريجي جامعة عين شمس للعام 2019 و20، مش كده يا أشرف؟ 19 مش معانا النهاردة؟ يبقى 2020، ألف مبروك يا فندم. والآن مع فقرة غنائية مقدمة من الطالبة آلاء محمد ماهر. We thought they'd never end. We'd sing and dance
nothing seemed the way it used to be. If by chance I see you in the tavern, was that lonely woman really me? Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We live the life we choose, we'd fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. La 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 la. Through the door there came familiar laughter. I saw your face and heard you call my name. Oh, my friend, we're older but no wiser. For in our heart the dreams are still the same. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We live the life we choose, we'd fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Lie, 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 la 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 la. هنغني أغنية مع بعض دلوقتي كلنا عارفينها. ما شربتش من الها طب جربت تغني لها. جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها. ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها. ولا لك صورة الرملة كانت عالشط في موانيها. دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل. عشرة بلدي بتبقى نسيانها عالبلموسة. يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها. بس اللي مجرب وفارقها قال في الدنيا مفيش بعديها. إن غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها. وإن جيت انسى تفكرنا في مليون ذكرى القلب شايلها. بلدنا علينا وهتفضل فعنينا. ومدام بنحب بلدنا تبقى هتتغير بايدينا. احنا اللي نعليها بايدينا نخليها اجمل لينا ولولادنا مهما العمر يعد علينا. دور جواك تلقاها هي الصحة
صحبة وهي القهوة، عشرة بلدي بتبقى نسيانها علبة الموسة، يمكن ناسي لإنك فيها مش وحشك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها ألف الدنيا ما فيش بعديها. طب جربت تغني لها؟ ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها؟ والآن مع فيلم تسجيلي عن ذكريات الخريجين في سنوات الدراسة.
نرجو من السادة الأطباء الخريجين الالتزام بأماكنهم استعدادا للتكريم. والآن مراسم قسم الطبيب. بس عاوز أقول حاجة، إن آلاء أمتعتني متعة خيالية الحقيقة، صوتها خيالي و Those Were The Days اختيار خيالي، وعلى فكرة هي أغنية يعني مستغرب منها روسية أصلا، وطبعا الفيلم برضو أمتعني متعة كبيرة جدا، رغم أن الأغنية كبيرة قوي عليكم يا جماعة، لسه الأغنية دي أنتوا بعد شوية تعرفوا أن دي يعني إيه كبيرة قوي، لسه كل حاجة موجودة الحمد لله. الكبار سنا بيتمتعوا جدا لما يشوفوا الصغار بيكبروا على فكرة، ممكن ترى شيء تطرقت لكده، بس فعلا بتبقى تندر سبوت ان يشوفوا الصغيرين بيكبروا. مبروك، نقرا بقى القسم مع بعض. هتقفوا وترفعوا ايدكم اليمين افندم، هم تحت. ماشي ماشي خلاص خلاص اوكي خلاص اوكي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم استأذن حضراتكم الخريجين نقف في أماكننا ونواجه الكاميرا لأن احنا في انتظاركم. هسمعهم هم بيقولوا يا محمود هيرددوا. اوكي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصوم حياه الانسان في كافه ادوارها في كل الظروف والاحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ الناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأستخيره نفع الإنسان لا لأداة، وأن أوقر من علمني وأعلم من يزورني وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، متعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي نقية مما يشينها تجاه الله ورسله والمؤمنين، والله ما على كل شهيد. مبروك. والآن نستأذن السادة أعضاء لك التكريم وسادة الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الطالبة نورهان عبد العزيز علي.
والآن تكريم دفعة 2019-2020، ونبدأ التكريم بتكريم الطالبة المرحومة نورهان عبد العزيز علي، وتتسلم شهادة التخرج شقيقتها السيدة هبة عبد العزيز. الطالب الدكتور سيف طارق محمد عصام الدين. الدكتور إبراهيم محمد رشاد الجرحي. الدكتور فريدي رمزي شفيق جاد. الدكتورة إسراء محمد عرائي. الدكتور أحمد حسام أحمد. الدكتورة سلمى أحمد عبد الرؤوف. الدكتورة نهال محمد فاروق. الدكتور أحمد سعيد بسيوني الشملي. الدكتورة سارة جمال زكي. الدكتور محمد أحمد الشبيني. الدكتور محمد عصام إسماعيل. الدكتورة ساندرا جورج عبد الملاك. الدكتور محمد عبد الله محمود. الدكتور عبد الله هشام كمال. الدكتورة منة الله أحمد محمد.
الدكتورة منى أمجد منير. الدكتور مصطفى سعد محمد. الدكتور محمد ياسر توفيق. الدكتور رامي محمد مصطفى. الدكتورة ملك سامر أحمد الدسوقي. الدكتورة سلمى طارق محمود. الدكتورة رنا مجدي عبد الله. الدكتور عبد الرحمن هشام محمد. الدكتورة ليلى محمد رأفت. الدكتورة سلوان محمود محمد. الدكتور محمد أحمد الحسيني. الدكتور عبد الرحمن أمير إبراهيم. الدكتورة سلمى خالد الطيب. الدكتور مهند أحمد الحسيني. الدكتورة علياء محمد فاروق. الدكتور محمد ناصر سلامة. الدكتورة روان أحمد عبد الفتاح. الدكتورة سارة محمد السيد.
الدكتورة ميرنا محمد سامح. الدكتورة جيهان جمال فؤاد. الدكتورة ميرا عماد فوزي. الدكتور طارق علاء الدين. الدكتورة سارة طارق محمود. الدكتورة نورة أحمد مصطفى الجبلي. الدكتور عمرو سمير عبد العزيز. الدكتورة منة الله محمود محمد. الدكتور أحمد خالد محمد. الدكتور محمد حمدي عبد الرحيم. الدكتورة منة الله نشأت عبد العزيز. الدكتورة مريم إبراهيم نجيب. الدكتورة همس وليد عبد الحميد. الدكتور يوسف شريف حسن. الدكتورة ياسمين جمال محمد. الدكتورة مريم إبراهيم عبد الشافي. الدكتورة بسنت محمد زكريا. الدكتورة ندى عصام محمد. الدكتورة سارة أحمد محمد. الدكتورة إيمان سمير سيف. الدكتورة آلاء محمد الجزار.
الدكتورة ندى محمد هشام. الدكتورة أميرة أيمن فهمي. الدكتورة نيهان رضا علي. الدكتور عمر محمد رضا. الدكتور سمائيل طانيوس خليل. الدكتورة سلسبيل محمود جمال الدين. الدكتورة رحمة أحمد محمد. الدكتورة منة الله حاتم سعيد. الدكتورة آية عبد المؤمن مختار. الدكتور شريف عماد عبد الموجود. الدكتورة منة الله جمال محمد. الدكتورة مريم محمد محمود. الدكتورة ريم سامح سعد. الدكتورة مريم طنطاوي عبد الرحيم. الدكتورة آية الله علي حسين. الدكتور عمر عادل شوقي. الدكتورة داليا محمد عبد السلام. الدكتورة يارا محمد ياسر. الدكتورة هند محمود عبد المنعم. الدكتورة سارة حسن سلامة. الدكتورة ندى محمد حسن.
الدكتورة آية إيهاب زكريا. الدكتورة نورهان محمود سيد. الدكتورة نورة عبد العزيز محمد. الدكتورة رنا عبد العزيز محمد. الدكتورة نادية مصطفى محمد. الدكتورة أمنية محمد سعيد. الدكتورة نهى إسلام عطية. الدكتور شريف إيهاب أنور. الدكتورة تسنيم أحمد أبو سريع. الدكتور أمن وليد فرج. الدكتورة سالي أحمد محمد. الدكتورة رانيا حامد طه. الدكتور أحمد محمد عبد المعبود. الدكتور عمرو محمد خميس. الدكتورة شهد محمود محمد. الدكتور يحيى سعيد محمد. الدكتورة مروة محمد عارف. الدكتورة زينب محمد فتوح. الدكتور أندرو عادل كريم. الدكتورة سلمى أشرف محمد. الدكتورة ياسمين محمد سيد.
الدكتورة ماريا ماجد جرجس، الدكتور محمد علي صادق، الدكتورة منار خالد الفرماوي، الدكتورة ياسمين محمد عطية، الدكتورة فريدة أحمد حسن، الدكتور محمد وائل محمد، الدكتورة رنا حسن إبراهيم، الدكتورة آية أشرف حامد، الدكتور عمر محمد أسامة، الدكتورة عهد محمد علي الدين، الدكتور أنسي أحمد أنسي خرشد، الدكتورة مريان سمير عبد الوهاب، الدكتورة نورة محمد عبد اللطيف، الدكتورة إسراء همام محمد، الدكتور محمد فرج محمد، الدكتور عمر عبد المعز حداد، الدكتورة آية أشرف حمدي، الدكتورة نسمة أحمد محمد، الدكتورة آلاء عماد لبيب، الدكتورة سلمى حسن محمد، الدكتورة نورهان الصاوي عبد اللطيف، الدكتورة إيمان كرم أحمد، الدكتور ريمون متى سليمان،
الدكتورة سارة محمد يوسف. الدكتورة منة الله علاء عبد الله. الدكتورة مريم محمد أحمد. الدكتورة نوران أحمد عبد الحميد. الدكتورة سارة عبد الله محمد. الدكتورة آية سعيد محمد. الدكتورة ريهام محمد توفيق. الدكتورة فاطمة علاء الدين عبد الهادي. الدكتورة هدى محمد مصطفى. الدكتورة شروق عادل عبد الرحمن. الدكتور جورج ماجد بشرى. الدكتورة سلمى عادل محمد. الدكتورة سلمى محمد عبد الشهيد. فاطمة الزهراء فتحي دكتورة. دكتور محمود حسام. الدكتور محمود حسام الدين. الدكتور مصطفى محمد السيد. الدكتورة أسماء جمال محمد. دكتورة لمياء أسامة محمد. الدكتور مهيمن أحمد محمد. دكتور أبير هشام يحيى. الدكتورة دينا كامل حبيب. الدكتورة أميرة مجدي جمال.
الدكتور أحمد جلال عادل. الدكتورة مرام أحمد حمدي. الدكتورة نيرة إبراهيم محمد. الدكتور شهاب الدين أحمد. الدكتورة ريهام أحمد حسين. الدكتور باسم بهاء بديع. الدكتورة مريم نور الدين مصطفى. الدكتور أيمن محمد رفعت. الدكتور محمود مصطفى صلاح. الدكتور مصطفى محمد محمد. الدكتور بدري محمد طلع. الدكتورة شيماء صلاح عبد الستار. الدكتورة ضحى جمال الدين محمود. الدكتورة هاجر طلال محمد النادي. الدكتور علي أحمد شحاتة. الدكتورة سارة محمد محسن. دكتور زياد حسام الدين مصطفى. دكتورة نجلاء مصطفى محمد. دكتور سمر ماجد مصطفى. دكتور آية خالد فتحي.
دكتور ميار سيد أحمد. دكتور نغم طارق نبيه. دكتور أحمد طارق محمد. دكتور مصطفى محمد مصطفى. دكتور ساندي سلطان. دكتور يوسف أحمد نيازي. دكتور أميرة أحمد أبو المواهب. دكتور ميار أحمد محمد. دكتور فاطمة يحيى. دكتور محمد أسامة محمد. دكتور إسراء خالد عبد العال. دكتور سمية أحمد محمد. دكتور أشرف أمين. دكتور مريم كفاح فتحي. دكتور محمد فكري محمد. دكتور أمل حمدي إبراهيم. دكتور سلمى حمدي حسن. دكتور عبد الرحمن محمد. دكتور مايكل أمين. دكتور روان جاسر. دكتور ليالي خالد. دكتور آية عيد. دكتور بولا مرتضى. دكتور أندرو ناجي.
دكتور ندى محمد. دكتور خلود إبراهيم. دكتور أماني خالد. دكتور حسن ياسر. دكتور نديم يحيى. دكتور مريم طارق. دكتور ريموندا رأفت. هبة الله مجدي. دكتور محمد صالح محمد. دكتور سمير محمد عبد الفتاح. دكتور آية رضا حنفي. دكتور داليا عمرو عبد العزيز. دكتور رنا علاء. دكتور يارا فهمي مصطفى. دكتور نهلة ياسر بهجت. دكتور منة الله جمال عبد العاطي. دكتور مريم مصطفى. دكتور لبنى حسام الدين. دكتور ناير مجدي عطية. دكتور خلود محمد علي. دكتور معاذ محمد أحمد. دكتور عمرو محمد بهاء الدين. دكتور طه ماهر عبد العاطي. دكتور محمد عادل.
دكتور هويدا بشير. دكتور مازن أحمد. دكتور عمر علاء. دكتور فادي عاصم. دكتور ناردين رؤوف. دكتور أحمد كمال حسين. دكتور أدهم علاء الدين. دكتور دينا حسين. دكتور آلاء صلاح. دكتور عمرو مصطفى. دكتور بيتر. دكتور بيتر نادر. دكتور أسامة مدحت. دكتور ريهام عمرو. دكتور إناس محمد. دكتور نورهان رضا. دكتور عادل عمر. دكتور دينا محمد نبيه. دكتور فرح علاء الدين. دكتور علاء محمد أحمد. دكتور أحمد علاء أحمد. دكتور نوران سامح. دكتور فرح حسام الدين.
دكتور بافلي أشرف. دكتور هبة سامي. دكتور ليديا بكري. دكتور ياسمين حلمي. دكتور محمد السيد البدوي. دكتور عبد الرحمن أحمد. دكتور ندى السوحي. دكتور نورهان محمد. دكتور نادين معتز. دكتور آية محمد. دكتور هاجر فوزي. دكتور هاجر عمرو احمد فوزي. دكتور ما فيش. دكتور هاجر ايمن جمال. دكتور حسناء عبد الحكيم. دكتور دانا إبراهيم. دكتور عمر أحمد محمد. دكتور شزا علي. دكتور شروق شادي. دكتور ندى رمضان. دكتور منى جمال. دكتور محمود أحمد. دكتور دينا سمير. دكتور سلمى مصطفى. دكتور
دكتور إيهام عبد المحسن. دكتور أيتن خالد. دكتور نور إبراهيم. دكتور عائشة عادل. دكتور رنا محمود. دكتور ريم حسين. دكتور نورهان أيمن. دكتور شيماء زاهر. دكتور سهى حسام. دكتور أميرة خالد. دكتور نانسي سامي. دكتور ندى ثروت. دكتور أندرو ميشيل. دكتور شيماء جلال. دكتور سلمى صلاح الدين. دكتور هاجر محمد. دكتور سارة أسامة. دكتور يوسف عاطف. دكتور مصطفى نصر. دكتور إلاف علاء. دكتور محمد جود. دكتور عماد.
إبراهيم. دكتور نورهان محمد. دكتور ميرنا محمد. دكتور آية المغازي. دكتور كوثر محمد سند. دكتور رنا هشام. دكتور سلمى عبد الله. دكتور ريماز محمد. دكتور محمد مصطفى. دكتور ياسمين محمد. دكتور ياسمين سامي. دكتور سارة سامر. دكتور أمل أمجد. دكتور ستيفن دانيال. دكتور حبيبة خالد. دكتور منتصر بالله طارق. دكتور ريم أشرف. دكتور محمد. دكتور مريم محمد. دكتور شيرين حسن. دكتور مريم محمد عبد المجيد. دكتور محمد ضياء محمد. دكتور وفاء عصام. دكتور محمد جمال. دكتور ميرنا حشمت.
دكتور سماء علي حسن. دكتور نهى عادل. دكتور هدير أيمن. دكتور محمد عادل ناصف. دكتور محمد عادل مصطفى. دكتور أحمد عمرو. دكتور أماني محمد. دكتور محمد عبد الهادي. دكتور أحمد هشام. دكتور أسماء محمد السيد. دكتور مريم شعبان. دكتور مي سعيد. دكتور مي سعيد. دكتور عادل حسني. دكتور عبد الرحمن حسني. دكتور إسراء علي. دكتور ياسمين عادل. دكتور آية رمضان. دكتور نورهان عاطف. دكتور ريم محمد عبد الكريم. دكتور ماركو فيكتور. دكتور رنا يسري. دكتور حسين محمد. دكتور ندى عادل. دكتور محمد محمود.
دكتور نهى محمود. دكتور عبد العزيز أحمد. دكتور نسمة محمد. دكتور خالد جمال. دكتور عبد الرحمن مجدي. دكتور آلاء إسماعيل. دكتور محمد جمال. دكتور سارة رضا. دكتور سلمى محمد. دكتور لينا محمد. هستأذن حضراتكم، في مفتاح عربية سكودا مفقود، لو بتاع حد هو معانا. دكتور آية مهدي. دكتور حنين تاج الدين. دكتور يارا أيمن. دكتور يارا أيمن. دكتور مصطفى سيد. دكتور بشرى عبد المنعم. دكتور آلاء محمد. دكتور رنا عز الدين. دكتورة رنا عز الدين. دكتور عبد الرحمن رشدي. دكتور ماركو ملاك. دكتور أحمد حسين. دكتور أبو بكر علي. دكتور بيرة ثابت.
دكتور روشان محمد. دكتور عبد الوهاب محمد. دكتور أمينة محمد. دكتور مريم محمد. دكتور سماء محمد إسماعيل. دكتور منى طلّة إبراهيم. دكتور عمر مصطفى. دكتور إسراء عبد الكريم. دكتور مايكل أريان. دكتور بافلي وجيه. دكتور ميرنا عبد القادر. دكتور مريم عصام. دكتور سارة محمود. دكتور مؤمن خالد. دكتور أحمد مجدي. دكتور عبد الرحمن محمد. دكتور لجين محمد. دكتور خلود سعيد. دكتور أحمد مهاب. دكتور أحمد سيد محمد. دكتور آية إيهاب فوزي. دكتور نادين إيهاب أحمد. دكتور فاطمة داوود.
دكتور ندى مجدي. دكتور عمر منير محمد. دكتور ربيع حسام. دكتور محمد أحمد. نستأذن الحضور في الجلوس في أماكنهم. نستأذن السادة الحضور في الجلوس في أماكنهم. نستأذنكم في الجلوس لاستكمال حفل التكريم. الدكتور عمر فرحان الحسامي. الدكتور عبد الرحمن كرم توفيق. الدكتورة منى محمد عبد السميع. الدكتورة رنا مصطفى عبد الحفيظ. الدكتورة ياسمين علي ياسين. الدكتورة نورهان أمجد عبد العظيم. الدكتورة ميرنا مختار أحمد. الدكتور محمد سعيد. الدكتورة دينا محمد دسوقي. الدكتورة نعيمة عبد الناصر. الدكتورة ربا بهي محمد. الدكتورة بسنت محمد أحمد. الدكتور محمد عمر مصطفى. عمرو مصطفى. الدكتورة سارة طارق عطية. الدكتورة مروة طارق محمد. الدكتورة أمينة صالح عوض. الدكتورة هاجر حمدي إبراهيم.
الدكتورة نهى محمد أحمد. الدكتور خالد علي محمود. الدكتورة مها عصام محمد. الدكتورة مرام سر الختمة أحمد. الدكتورة هدير عبد الهادي. الدكتورة آية محمد رمضان. الدكتورة براء محمد مظهر. الدكتورة دينا محمد فرج. الدكتورة آية ربيع حسين. الدكتورة صفية محمد عبدو. الدكتورة رنا اسماعيل. الدكتور محمد ضياء الدين. الدكتور أحمد محمد عزيز. الدكتور مهند محمد شمالي. الدكتور عبد الرحمن طارق. الدكتورة رغد محمد. الدكتورة آية كامل الجمل. الدكتور علاء الدين أحمد عنتر. الدكتورة سلمى سامي عبد الرازق. الدكتورة علياء شحاتة. الدكتورة مريم أحمد شاكر. الدكتورة سارة طارق. الدكتور محمد لؤي محمد. الدكتور فراس مصطفى محمد. الدكتور ليث ناصر محمد. الدكتورة ملك محمد أحمد.
الدكتور أحمد فتحي كمال. الدكتورة شيرين أسامة. الدكتور علي أبو القاسم. الدكتور جلال بشير. الدكتور عبد الرحمن إيهاب. الدكتورة ميسان أحمد الحاج. الدكتورة لمياء أحمد فؤاد. الدكتور عمر أحمد مقداد. الدكتورة سجل درر. الدكتورة شروق سعيد عبد العليم. الدكتور أحمد وائل. الدكتور أحمد هاني. الدكتورة سلمى أحمد. الدكتور علي أحمد عبد الوهاب. الدكتور مهيمن أحمد. جزيل الشكر للسادة أعضاء هيئة التكريم، وبندعو الطلبة الخريجين للصعود إلى المسرح. Yeah.
عنايا والدنيا فرح ويايا بتهني حبايبي معايا وتقول لي الكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحوا ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما على طول دايما 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 قدر ولطف وشكرا. حلمي جميل في خيالنا ما نبش في يوم عن ما
عيايا بتهني حبايبي معايا وتقول لي الكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه تحية قلبي وأفراحه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحوا تحيات قلبي وافراحه وهنا في
نجح يرفع ايده نجح يرفع ايده ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما على طول دايما وبنالنا أصول وبلاش أصول حياتنا ومستقبلنا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه وحياة قلبي وأفراحه ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما على طول دايما على طول
دايما دايما.